عليا النعمة الدنيا اتقلبت بقى. الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمة جملي؟ بالك يا خميس. بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعة، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمة امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشة كنت اجوزها لك وهي الكسبانة. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوة حلوة حلوة، طالعة من بقك زي الشهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف ايتها حاجة. والنبي انت حلو. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراه غير قله الراحه. كل سنه وانت طيب، قصدي بعود الايام. بعود الايام سنه عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ انا كويس اهو. ده بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعماني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده؟ طيب يا هو يا خل، تعالوا نشوف الافندي جاي سكران. ايه لا يا عبده ما صحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خل، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قال جاي سكران سكران. يا بابا ما صحش، نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبة دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وصباح رباح. لا يمكن يا نهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني لقمة القاضي يا خي كده. طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا عبد الصمد افندي. اجي فين؟ عاوز ابوظ العيال اكتر ما هم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد مسكه. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب، قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح. تلاقي اللي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. الدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان، اني اولهم. طب عمي وفلات اني ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجا يا خميس. سلام عليكم. خد. ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عاوز تسندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خلينا نروح الكليه. اطلع لي برشام من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان انا بطني ابتدى لك بس التنوره وبحتني عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. لا بابوها احنا عاملين حسابنا على كده. كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعيطيش. كل حاجه وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمه يا فاطمه. اسود ونايل. بابا مين؟ بابا ماذا كذب احمد؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم نايل من اوله، يوم نايل من اوله.
فاطمة! يا لهوي! الدنة بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب! بلاش يعني عهدي بيه تاكل المعروف. انا هقتلك! انا هسبحك! اجي فين؟ تعالى هنا! وبعدين هو كهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه! خربش الباب كويس! اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه؟ اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش ودور. عتبلي. عتبلي! انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيبي يا عتبلي. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوامتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا انتم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه فين؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش اكتب يا جدع؟ بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصة بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصة دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يدوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين، بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين، باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبيل. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافنا على أمك وأبوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد معاكم في الجامعه. هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصح اخلاقي فطردني من البيت، فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من هيله في 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي. حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بكام. الله، مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده، هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم، الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. وتشكلي قهوه يا اخوانا. السلام عليكم. انا اسف، حقك عليا. ما تزعليش، انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي. اه يا دادا، سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي.
هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور. مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح. الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغه كده؟ عندك حق يا واد الشرده. كان هيضيع حالي في شربة ميه الواد الاستغلالي ده. البنت مهما كان صغيره برضه. لكن انا هعرف اربيه واربي اهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواعها المختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ تايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذه يا دكتور. تعال هنا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شرده. انا يا معلمي. اوعى الف. اوعى الف وهوب. لا يا اخويا. يا اخويا كلم المعلم. هو إيه؟ على ايدك. هو يا معلم. انا ايه يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ ونبهتكم هنا. انا في مركز الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي؟ انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى. مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يومين. انما مش غريبه؟ ايه هي الغريبه؟ انك انت اللي تدوري عليه. ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس، دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكلية اهو، وصل سبع البرومة. اهلا يا نهار، مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، اصلك وحشته قوي، واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. ادي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. جرى ايه يا دنت؟ تعالى واقعد عندنا. زي بعضه على الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكاية فيها ايه بقى؟ سايق فيها الشرف من ناحية، ومن ناحية تانية سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انت كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل المسيله للدموع بالليل؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ الاجريه يا نهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوع من سكته. طيب خش شرطه وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضره المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه اختي، جاي يخطب بنتي، واخره المتمه اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شرده. ماشي يا معلمي. اوعى استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت.
انا لما شفتك جيت جبت البوليس فضل على الضابط. ده يتهجم علينا بيه؟ ده يضربني هو الناس اللي معاه وتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا يا حضره الضابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان. انا اللي ابني مش متربي يا بابا. امشي اخرج بره. انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا على شلة. يلا رجالة. عن اذنك يا حضره الضابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضره الضابط. مع السلامة. ايه ده؟ مالك يا انهار؟ مفيش حاجة، عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج برا البيت، برا 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 برا. يلا عجبك كده السشير ده؟ الحقيقه معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش اكتر مني يا ده الشير ده. على قدك انا كنت ناوي اشفي غليلي. لولا ابوه كلنا بقى. انت كلت من الاونطه دي يا معلمي ولا ايه؟ لو انت فاكر صحيح ان ابوه ما يعرفش بالخطوبه وانه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تاذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصة يغني عليها تاني، وبعدين يحطوك قدام الأمر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلم. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، أو بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شوية أبو كمال. عليا النعمة كان في جرة وطلع لبره. بس يا ريت تخلص. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوة حلوة حكاية المركز دي. تصلى على النبي وبلاش تجيب سيرة المركز يا دكتور. متبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا. وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك تهوى. الله والله العظيم اجيب منافلة وانزل فيكوا تكسير. بس غير هتهوى. ما قدامك واس خميس. انا دستلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه علينا. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني اضحك علي. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل. ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك. هذا دنداني احنا الثلاثه اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين. كل واحد مننا عنده مشكله قد كده. اهو انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيأ لكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام. وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، تعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني. لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بتلاته اربعه جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره. بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور. صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب. ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل الصقر بلوش. صحيح. انا سلام كده يا هادي. عشان سند الزمر. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى. مفيش مانع. جرسون
الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي. ها خلينا بقى للتقايل. تعالي يا كمال، ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ اسمعها بقى. لا ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي؟ لازم البراغم يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطه دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينه الكهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ ابو سمعتنا خميس. سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعه. استر يا رب، ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وايه السطح؟ يلا يلا اتبع السطوح.